جزء منه مسألة القوانين بتاعت الفرقة. ويمكن ده هياخدني بعد شوية ان احنا نتكلم على مسألة فيلم استعراضي. ده ما اقدرش اقول عليه ميوزيكال لانه الحوار ما هوش حوار مغنى، لكن هو مليان استعراضات ولازم يتعمل فيلم الفرقة بالمناسبة. لكن هرجع مرة تانية للدكتور إيناس، انه القوانين واللوائح والاعراف الداخلية، الكود بتاع الفرقة، هو اتقال منها جزء فعلا في اتقال دلوقتي ده احنا محافظين عليه. اتقال منها جزء خارجي اللي هو ازاي الفرقه بتبقى منظمه، ازاي لما بنسافر بره بنتصرف، ازاي رايقه، هيئه لايقه، ايوه. كل حاجات كان بيعلمها لنا بنفسه على فكره محمود رضا لما دخلنا، يعني كان بيقعد معانا ازاي هتتعاملوا لما تخشوا البوفيه لو مفتوح، ازاي هتتعاملوا لو يعني في كل خطوه في حياتنا. ما كانش تعليم رقص بس، كان تعليم طبعا. كل حاجه، بس الأهم من ده كلمة اتقالت في الأول، في أول برضو الفرقة هي البطلة، فدي روح الفريق اللي محمود رضا حافظ عليها طول الوقت وما زلنا إحنا بنحافظ عليها، لأن عارف فرقة رضا مش فلان وفلانة بالظبط، يعني زي فرقة الكورة إحنا، فأنت مش مهم بتعمل إيه جوه اللعبة، بس المهم إن إحنا كلنا في الآخر هنجيب جون، فده اللي حافظنا عليه لغاية دلوقتي. ما عندكوش مو صلاح بالظبط، كل الفرقة زي بعضها أكيد، حتى لو في أبطال، أبطال. بالظبط، كلهم مهمين بالظبط. ال- 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 التعاملات بتاعت حضراتكم مع بعض، يعني انا حاولت قدر الاستطاعة دون ان افسد لكم خصوصية ان انا اشوفكم وانتم بتحضروا في هدوء وقاعدين مع بعض، فلقيت انه انتم اكتر، اكبر، اقوى، اعمق من فرقة ومجموعة فنانين سوا. في حاجة تانية، في شيء ما يبدو عائلي، شيء ما يبدو أسري، أنا صح؟ أيوة طبعا أكيد، وفي مننا أزواج، يعني في مننا أزواج من متجوزين من بعض. دي حاجة طبعا طول عمرها موجودة في الفرقة، غير كده أن إحنا بنسافر مع بعض، بناكل ونشرب مع بعض كتير، فتحس أن إحنا عيلة. ده حقيقي طبعا، لأن يعني أنا وقذافي بقالنا يعني أول ما عرفنا بعض كنت أنا مثلا 17 سنة وهو 16 سنة، فإحنا 33 سنة بنسافر وبنروح وبنيجي. دكتور إيه نسأل 33 برضو، ما إحنا قلنا لأ خلاص مش هنقول بقى ولا حاجة. 33 شهر، سيبك من 33 سنة.